لك ايه؟ هقول لك القناص. القناص طبعا من نبرة صوتك بعرفك. كنت اقول لك حاجة تانية بس لا، خليها بيني وبينك في التليفون العادي. يا كابتن عماد، برحب بحضرتك يا كابتن. ربنا يخليك عمر، الاخبار عامل ايه؟ اخبار حضرتك ايه؟ بخير و اشور. ايه الاخبار يا حبيبي؟ انا الحمد لله يا كابتن مصر تمام. اهم حاجة انت كويس. انا الحمد لله تمام. الحمد لله. الحمد لله. يا كابتن عماد، تقول ايه للكابتن عاشور وهو موجود معانا؟ اقول ايه لعاشور؟ لا عاشور لو هقوله هقول له حاجات كتيره جدا. يعني عاشور اخ اكتر منه، صديق عشرة سنين يمكن. انا طلعت قبله في حاجات بسيطه في الفريق الاول، واستمرينا الفتره دي كلها مع النادي الاهلي. نموذج للاحترام، نموذج للاخلاص، نموذج للوفاء والانتماء للنادي. شخصيه بتحب النادي بشكل غير طبيعي، بيحب الجمهور بشكل غير طبيعي، بيحب البطولات، بيخدم النادي الاهلي بضمير بقلب. من نوعيه اللعيبه اللي من النوادر انك تلاقي لعيب زي حسام عاشور غير بعد فترات طويله ارقام قياسيه اتضربت بكل المقاييس. يعني حسام عاشور اي واحد موجود في قطاع الناشئين في النادي الاهلي او موجود حتى في اللعيبه الجديده لازم يبقى شايفه وحاطه قدام عينيه ويحاول يقرب من اللي عمله حسام عاشور، لان صعب جدا جدا ان اي لعيب في مصر بالاجيال اللي جايه انه يقدر حتى يقرب للانجازات اللي عملها حسام عاشور. ودي الاستمراريه والانجازات اللي حققها وعملها، ده رد واضح وصريح على ازاي هو واحد مخلص، ازاي ملتزم، ازاي مركز في الملعب، سواء موجود في المنتخب بره المنتخب لكن هو مركز في النادي الاهلي، سواء بيلعب او ما بيلعبش هو واحد من الاعمده الاساسيه والرئيسيه في النادي الاهلي. فلو قعدت اتكلم على عاشور هتكلم عنه اوقات طويله، ومش عايز بس الناس بتفتكر ان دي بتبقى مجاملات، لكن ده حقيقي، ده حقيقي وعلى ارض الواقع والناس شايفاه. لو بالارقام فحسام عاشور هو محطم كل الارقام، لو بالانجازات محطم انجازات غير طبيعيه، لو بالعدد المشاركه محطم كل الارقام اللي ليها علاقه بالمشاركه. فربنا يكرمه الفتره اللي جايه، عليه مسؤوليه كبيره جدا جدا كالعاده، لان هو الكابتن وهو القائد وهو اللعيب الخبره اللي موجوده في النادي في الوقت الحالي مع اللعيبه الكبيره. لكن هو قد المسؤوليه ده طول الوقت بالتزامه وبحبه للعيبه وبحب اللعيبه ليه. يا كابتن عماد، اكيد انتوا يعني في ناشئين مع بعض، فريق اول مع بعض، بطولات افريقيه، كاس عالم انديه، اكيد كان في كواليس كتيره ليكوا بره الملعب، وانا عارف ان انتوا اصدقاء وكان ليكم مواقف. ممكن بقى يعني الجمهور حابب يعرف بعض الكواليس اللي دمها خفيف بين الكابتن عماد متعب وبين الكابتن حسام عاشور، حتى جوه الملعب او بره الملعب، اكيد في حاجات كتير. لا بس في حاجات كده فلتات ممكن تتحكي. انا لسه قايل الكلمتين دولت مع شوقي برضه. بالظبط. قلت له خليها بيني وبين بعض. وبعدين خد بالك اغلب الكواليس اللي كانت حاطه لك الحضره بيني وبين عاشور كان بيكون بركات موجود فيها، فدي اعرف ان هي كوارث على طول. ما بيرحمش يا كابتن. يعني يا كابتن حسام، طبعا الكابتن عماد زي ما حضرتك سمعت اتكلم وقال اكيد طبعا القناص الهداف، وجود الكابتن عماد متعب كان بيطمن الكابتن حسام عاشور في الناحيه الخاصه بالتهديف، يعني باحراز الاهداف، كان دايما متعب فعلا لكل المدافعين اللي موجودين في كل الانديه. هو متعب للناس كلها بصراحه، يعني عماد متعب من الشخصيات اللي زي جان، هو جان في كل حاجه، في كل تعاملاته، محترم، مؤدب، صاحب صاحبه قوي، جدع جدا، راجل صح. جدا صح. فوق الوصف. لما تقصده في اي حاجه ما ينفعش يقول لك لا. ما ينفعش يقول لك لا في اي حاجه. لا، من اللعيبه اللي كان يترفع له اوفر قول له هات انت جون، مالكش انت دعوه. يعني انا مثلا كان جيلبرتو او اسلام الشاطر او بركات يرفع اوفر اكون انا راجع للجون عندي، انا عارف اللي هي جون. لا، عماد متعب من احسن الفراوده اللي انا شفتها بتتحرك في حياتي، ومن احسن الشخصيات اللي انا اتعاملت معاهم في حياتي. بجد مش مجامله، ده راجل 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 بجد، وحياة ربنا. يعني ربنا يحميك يا كابتن عماد، وسلمنا على تمارا وسيلين. الله يسلمك، عشان هم نايمين، معلش لو صحيت لما يصحوا بقى. بس يا كابتن عماد، حضرتك جبت كل الاجوان، ما سبتش ولا جون، خليت الكابتن حسام عاشور يجيبه، كنت على طول بسم الله ما شاء الله واخد الاهداف كلها، بتسجل متالق. ايه عاشور في مباراه الاسماعيلي جاب هدف عالمي. يعني انا قلت له ازاي انت عملت كده؟ ترقص حارس المرمى ودخل وحط الكوره جوه الجون وانا كنت جنبه. حاجات عماد متعب بقى.
عاشور لا يعني ليه فلتات كده من ناحيه التهديفيه، ليه فلتات بس اهداف مميزه. بس عشان بتحرجني والله بتحرج والله. يعني يا كابتن عماد، شايف ان حضرتك لعيبه من قطاع الناشئين ان هم يكونوا موجودين في الفريق الاول، هل ده بيكون ليه طابع مختلف عند المدير الفني وعند اللعيبه اللي بتكون موجوده، حتى بالنسبه لكم الاستمراريه اللي انتم بسم الله ما شاء الله بتكملوا فيها، هل شايف ان لاعب النادي الاهلي اللي طالع من قطاع الناشئين بيكون مختلف الى حد ما؟ 180 درجه طبعا. لعيب النادي الاهلي اللي شارب حب النادي الاهلي في قطاع الناشئين، مستمر، عارف طباع النادي الاهلي، عارف يعني الانتماء بقى جواه، مش انت لسه بتحاول تجيب لعيب وبتحاول تزرع فيه حب النادي الاهلي، تزرع فيه البطولات، لا هو عندك لعيب شربه من صغر، شرب الموضوع ده من صغره ومكمل بيه. وزي ما انت شايف يعني ما كانش ينفع واحد يعمل انجازات اللي عملها حسام عاشور لما يكون ابن النادي الاهلي. صح. فعلى ما اعتقد ان قطاع الناشئين مهم جدا جدا ودوره مهم جدا جدا، واغلب اللعيبه اللي خرجت من قطاع الناشئين في النادي الاهلي حققت انجازات كبيره جدا سواء مع النادي الاهلي او مع منتخب مصر، فشيء طبيعي. وطبعا طبعا اللعيبه اللي بتيجي من احد الانديه او اللعيبه اللي بتيجي من بره ليهم دور كبير جدا جدا. ممكن بص هي هي هي, هي العناصر كلها بتكمل بعض، في لعيب عندك انت بيطلع من قطاع الناشئين، في لعيب بتشتريه من بره، في ده في اضافه من الناحيه الفنيه، وفي نفس الوقت انت من ناحيه عارف ازاي تعودوا على حب النادي الاهلي، ازاي صح. تعودوا على الانتماء، ازاي تعودوا على الاصرار، ازاي تعودوا على المكسب، النادي الاهلي بيلعب على المكسب على طول، الحاجات دي كلها انت دور اللعيب القديم واللعيب اللي موجود من قطاع الناشئين بيكملها للعيب اللي داخل على النادي الاهلي جديد. يعني كابتن عماد بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا، ومش عايزين نطول عليك اكتر من كده. كابتن عماد متعب نجم مصر ونجم النادي الاهلي والقناص، شرفنا ونورنا في قناه النادي الاهلي. كابتن حسام